انا وخيري كنا بنتناقش في فكره لعبه الاسكواش هي نجمها عالي قوي في مصر، يعني المصريين متصدرين الساحه الدوليه سواء في الرجاله او في الستات، السر فين يا نور؟ انا متهيألي الموضوع بدأ مع احمد براده مع بطوله الاهرام، وساعتها كان في يعني البطوله دي كان عليها بروباجندا فظيعه، ويعني حتى كل الولاد دلوقتي اللي في التوب 10 بالذات الولاد عشان كان ساعتها فيها بس ولاد ما كانش السيدات لسه موجودين، كانوا كلهم زي علي فرج وكريم عبد الجواد واللعيبه دي كلها كانت بتروح تتفرج على احمد براده وهم عندهم 8 9 سنين. فحاسه ان فكره ان احنا كان عندنا بطل زي احمد براده نفس قصه محمد صلاح في الكوره كده، فهم لما لقوا ان في بطل يقدر يكسب بطولات وكده، طيب ليه لا احنا ممكن نعمل نفس الحكايه. لما بيبقى عندك الايدل بتاعك قريب منك بيحسسك ان الحلم قريب. فانا حاسه ان طب ده اولاد احمد البنات براده بقى، بطوله الاهرام ده الاولاد البنات الموضوع البنات الموضوع بدا بامنيه عبد القوي، هي اول يعني كان في طبعا ناس كتير قبليها سلمى شبانه ومي حجازي بس امنيه اول مصريه تقدر ان هي توصل توب 10. وبعديها جت رنيم الوليلي اللي هي في الصوره على اليمين، كانت اول عربيه توصل ان هي تبقى مصنفه رقم واحد، بعدين طبعا نور الشربيني نور الطيب. فالاجيال بتسلم بعض يعني، فانا حاسه ان هو لازم الاول يبقى في حد يبقى زي مثل اعلى والباقي يعني بيتعلم منه والاجيال بتواصل الاجيال. ودلوقتي يعني احنا في بطولات الجمهوريه بتلاقي تحت 11 سنه في 250 حد بيصفي على مكانين على مركزين او كده.